كابتن ماهر، على الجانب الاخر بقى الشوط الثاني شفنا هدفين، شفنا اداء، مع ان المفروض يعني احنا شايفين ان اللاعبين مجهدين جدا، الشوط الثاني يكون الاداء اقل غالبا من الشوط الاول، لكن دايما حتى في مباراه الزمالك شفنا هذا الامر. بص يا اسلام، عايز اقول لك ان سيناريو المباراه ده يخرج كده جون، يخرج بهذا الشكل النهارده كمان، انا بحيي اللعيبه بعد الفترات اللي كانت فيها اخفاق وبعد الضغوطات اللي كانت واقعه على اللعيبه وعلى مجلس الاداره وعلى الجهاز الفني. فالنهارده انا بحييهم. ليه بقى اسلام؟ ده بياكد لك ان النادي القرن، نادي 115 سنه بطولات، عنده ثبات انفعالي. صبرا بس كل الظروف اللي مروا بيها اللعيبه في الفتره اللي فاتت دي اسلام، لو ارجع للتاريخ هقول لك وانا لاعب مريت بيها. سنه 81 حصل اخفاق في الدور الاولاني، نادي الزمالك كان فايتنا ب 11 بونت. اوكي. 13 بونت. الدور الثاني يا اسلام كسبنا كل المباريات ما عدا مباراه المحل اللي حصل فيها تعادل. خدنا الدوري بفرق 8 نقاط عن نادي الزمالك، وانا مدرب سنه 96 مع مستر هولمان مريت بنفس الظروف. بعد الدور الاولاني النادي الاهلي كان بينه وبين نادي الزمالك 13 بونت. حتى كمان يمكن الكابتن ثابت البطل الله يرحمه لما طلع في الميديا واتكلم فقالوا له خلاص يعني الدوري انتهى، المنافس التقليدي هو اقرب. فقال لهم لا، ما زال الدوري في الملعب. اوكي. وفعلا سبحان الله رحنا الدور الثاني كسبنا كل الماتشات وفوتنا نادي الزمالك بثمان نقاط. مظبوط. فالنهارده دي الشراره انا حاسسها. النهارده الجونه. انا يعني انا النهارده عارف ان اللعيبه دي هتموت نفسها، انا عارف ان اللعيبه دي هترجع مره ثانيه للحاله الطبيعيه اللي هي بدات من بدايه الموسم عليه. النهارده ما كانش مطلوب اكتر من الجهاز الفني واللاعبين انك انت تكسب ثلاث نقاط، والحمد لله كمان الاداء كمان يا اسلام زي ما انت قلت الشوط الثاني اتحسن بشكل كبير. الناس حست ان في حركه النهارده، في حركه، في انتشار، في جري، في تصويب على المرمى. أوكي. في جمل تكتيكيه، بنلعب بثلاثه في خط الظهر، اربعه في نص الملعب، ثلاثه مهاجمين. حتى الكور الثابته النهارده قدرنا نستفاد منها، لان فتره الكور الثابته كان بتمثل لنا خطوره جدا، خصوصا مع الماتشات اللي بالشكل ده اسلام، كل الفرق بترجع في ال 30 يارد وبتقفل عليك ثلاث خطوطها. فبيبقى صعب جدا انك انت تخترق الارتفاعات المكربسه قدام الجول بهذا الشكل. لكن النهارده اللعيبه قدرت الشوط الثاني في هدوء، في نقل كره من تحت، في استحواذ، في جمل تكتيكيه، اطراف بدات تشتغل. الجمل الثابته بدانا نشتغل عليها النهارده، في تاني واحنا بنلعبها. يعني معلول وبيرفع او قفشه بيرفع الكوره بيحطها في الحته الفعلا المؤثره اللي بين 6 يارد وضربه الجزاء اللي بتبقى فيها صعوبه على حارس المرمى. النهارده رامي من المباريات الجميله اللي رامي بضربه راس بيسجل لنا هدف في وقت قاتل بالنسبه لنا. بيفتح لنا الجيم. ثم طبعا ضربه الجزاء اللي اتحسبت لمسه يد على مدافع الجونه عشان معلول يسجل الهدف الثاني. عايز اقول لك اسلام احنا عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا. حتى جماهيرنا النهارده انا بحييها من اول المباراه وهم بيهتفوا لاعب لاعب. ومدرب مدرب واداري اداري، يعني حاجه فيها ثقه متبادله بين جماهير النادي الاهلي ولعبت النادي الاهلي. فانا النهارده بقول لعبت النادي الاهلي عندنا فرصه كبيره جدا ان شاء الله لتحقيق الهدف اللي احنا بنسعى ليه، وهو بطوله الدوري العام، البطوله المفضله بالنسبه لنا، واحنا قادرين. النهارده ده المفتاح، ده الشراره، ده الستارت ان شاء الله للمباريات القادمه باذن الله.